تعالوا بقى نروح لماراثون الدراجات. والحقيقه مفيش اسبوع بيعدي علينا من غير ما نلاقي ان في ماراثون واحد او اكتر في محافظه من محافظات مصر. مؤخرا قاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ماراثون للدراجات تحت شعار رياضتك مناعتك، وكان بيرافقه سياده اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بمشاركه مجموعه من الشباب والفتيات على متن 100 دراجه. واوضح الدكتور اشرف صبحي ان اقامه مهرجان للدراجات تحت شعار رياضتك مناعتك بشكل دوري في مختلف المحافظات بطبيعه الحال بياتي في اطار اهتمام الدوله والقياده السياسيه بجعل الرياضه اسلوب حياه، واللي بدات بتشجيع المواطنين على ممارسه الرياضه من خلال رياضه ركوب الدراجات بدعوه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه لكل المصريين لاستخدام الدراجات. طبعا مبادره دراجتك صحتك اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه يعني لاقت استحسان وقبول واسع جدا في الشارع المصري ومن كل الانماط العمريه، وخصوصا طبعا بصفه خاصه اكيد فئه الشباب منهم. دي كانت يوم الجمعة وكانت تحديدا الساعة 9 الصبح. أنا كنت هروح بصراحة. لا والله بجد فعلا أنا كنت هروح بس كان عندي ارتباط عائلي للأسف فعلا ما قدرتش أروح، بس هي مبادرة كانت كويسة وفعلا زي ما أنت قلت يعني لاقت يعني فعلا إقبال كبير. نروح بقى ونستكمل كمان الخبر اللي فات ده وعن أهمية هنا ممارسة الرياضة. تستقبل بقى محافظة سوهاج النهاردة برضو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهيتم إقامة ماراثون للدرجات بس هينطلق من كورنيش النيل الغربي للمحافظة وينتهي عند مدخل الاستاد سوهاج الرياضي. ده هيكون بمشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف الأعمار على مستوى هنا المحافظة، برضو في إطار تنشيط الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية للمراكز مراكز الشباب والأندية، بس مع الأخذ طبعا في الاعتبار هنا الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. خلينا نقول كمان ان هيكون وزير الشباب بتفقد بعض الالعاب الرياضيه وهيشهد تصفيات هنا رياضيه بين محافظات الوادي الجديد واسيوط وسوهاج في كره القدم الخماسيه وكره الطائره والسله والعاب القوه وتنس الطاوله، وهيتم خلال الجوله كمان افتتاح عدد من الملاعب والمنشآت الرياضيه. طيب